طيب عايزين بقى نستمتع ونسمع. في اناشيد منشوده كده او مدح لازم كل منشد يكون حافظها، مثلا زي المس كفاح. تمام. ده اساسي ولا ممكن تكون انت بعيد عن حاجات زي كده؟ لا طبعا حافظ المس كفاح. ايوه طبعا حافظ. طب نقولها معاهم. نقول حاضر. المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء أشكي لي من وجهتي وحالي وقل لي مين النبي غالي أشكي لي من وجهتي وحالي وقل لي مين النبي غالي مين اللي غير أحوالي غير الغرام برسول الله المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة يا صاحب القبة الخضراء هل علينا بالنظرة هز الهلال يا أبا الزهراء واعطي لكل محب منى المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء ست الكريمة بنت الزهراء على اليقام نظر يا طهرة ست الكريمة بنت الزهرة علي المقام نظر يا طهرة جودي علينا بالنظرة بجاه جدك رسول الله المسكفاح المسكفاح لما ذكرنا رسول الله والنور لاح النور لاح لما حضرنا أبا الزهراء. الله عليك حبيبي، شكرا ليك يعني. مش تبص، شكرا ليا برضه، عارف اللي هو محمد مش انا شاركتك برضه اشتغلنا طبعا. لا جميل، ربنا يحفظك والله. وسلس صوتك، صوت سلس لذيذ يعني واصل والله. ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. انا مستمتع بيك.